السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ معاكم النهاردة حلقة جديدة من حلقات حل نماذج البوكلت. نبدأ نموذج الأول. أنا عامل أهم الأسئلة المتوقعة، يعني أسئلة متعددة، وطبعا عملنا من الاختيار من متعدد لأن الامتحان آخر الأخبار بالنسبة لاختيار متعدد، فما جبناش أسئلة مقالية ولا حل مسائل، ولكن هي في بعضها زي ما بنقول يعني فيها أفكار حل مسائل، فيها تفكير، فنتريس وإحنا بنحل. نبدأ النموذج الأول. نبدأ السؤال الأولاني رقم 1. إذا كانت صيغة أبعاد الكمية X هي L T أس سالب 1، وصيغة أبعاد الكمية Y هي M L سالب 1، فإن صيغة أبعاد الكمية Z التي تحقق المعادلة X بتساوي جذر تربيعي Z على Y هي. مسألة زي ديت هي مسألة في الغالب بتجيلنا فيها جذر تربيعي، طبعا بنربع الطرفين. نركز أوي في الكلمة اللي قلتها دي، يعني أي مسألة في الفيزياء بتيجي فيها جذر تربيعي بداية بنقول تربيع الطرفين. تربيع الطرفين بيريح في كل حاجة. يعني إيه بيريح في كل حاجة؟ نبدأ نبص مع بعض كده. تربيع الطرفين، تربيع الطرفين يبقى إكس تربيع بيساوي زد على واي. ضرب تبادلي، ضرب تبادلي يبقى الوقت هنا عندي زد اللي هو عاوزها، زد اللي هو عاوزها بتساوي اكس تربيع في واي. نبدأ نشوف بقى اكس بتساوي ايه. اكس عندي بيساوي ال تي اس سالب 1، يبقى ال تربيع تي اس سالب 2 مضروبة في الواي اللي هي ام ال اس سالب ايه 1. نشوف زد اخرها ايه تساوي الام، طبعا بنكتبها في الاول الماس او الكتلة، خلاص مضروبة في ال تي ال تربيع ناقص 1، ها يبقى تديني ايه ال بس تي اس سالب 2. يبقى الناتج اللي عندي ده، الناتج اللي عندي دهوت بيناسب اللي هي باء. المسألة التانية، إذا قطعت سيارة 40 كيلو متر في اتجاه الجنوب خلال 1.5 ساعة ثم غيرت اتجاه حركتها فقطعت 30 كيلو متر في اتجاه الشرق خلال نص ساعة، فإن مقدار السرعة المتوسطة للسيارة بيساوي. فكرة المسألة دي رقم 2، إن عندي في داش بتساوي حاجتين، يا إما في اف زائد في اي، في اف زائد في اي على 2 او بتساوي دي على تي. طيب نيجي في مبلغ الشغل هنا، عمل لازم اعرف فكرة المسألة. هنا اعطيني مسافات واعطيني ازمنة، خلاص يبقى انا اختار الجزئية دي. يعني اقول في داش بتساوي دي اللي هي المسافة او الازاحة على تي. نفكر فيها ازاي برضو مع بعض. الرسمة تفضل طبعا في مثل هذه الأحوال. إذا قطعت سيارة 40 كيلو متر في اتجاه الجنوب، هذا اتجاه الجنوب اهو، اتجاه الجنوب، خلاص 40 كيلو متر ادي ازاحة او مسافة، في قد ايه؟ في ساعة ونص. ثم ناحية الجنوب فقطعت 30 كيلو متر طبعا في زمن قد ايه؟ نص ساعة. طبعا هنا انا عندي جنوب وشرق، يبقى هنا زاوية قائمة، يبقى انا هستخدم مثلث فيثاغورس، خلاص وقانون فيثاغورس هنا 30 40 يبقى دي 50 على طول، 50 كيلومتر. هستفيد من دي طبعا، ما هي دي عبارة عن دي اللي هعوض عليها. طيب الزمن اجمعه نص، واحد ونص يبقى 2، يبقى انا اقول له في داج اللي هو طالبها السرعة المتوسطة بتساوي 50 على 2،
اللي هي أساسيها دي على تي، خلاص يبقى بتساوي 50 على 2 فيها 25 متر على 25 كيلو متر على الساعة. كيلو متر على ايه؟ الساعة. يبقى ديت هنا طلعت عندي 25، يعني الإجابة كام؟ رقم ج. يبقى دي المسألة رقم 2. هل كل الاختياري في تفكير؟ تلات أرباع الاختياري في تفكير، وهناخد معانا ورق وقلم زي ما بيقولوا، ورق عشان نشتغل بالهامش، لأن ديت التعليمات الأخيرة اللي اتقالت، سواء صحيحة بقى ولا مش صحيحة، نعمل حسابنا وناخد بالنا من هذا الكلام. معانا ورق نحسب فيه زي ما احنا بنحسب مع بعض كده، على أساس إن كل مسألة هتتحل وهنفكر فيها، إن الناس مبسوطة من تخير. طبعا في بعض الناس حاطة في دماغها إن واحد بيساوي إيه يا جماعة وكذا وكذا، دي طبعا ممكن ما يعني إيه ميبقاش فيه غش، ميبقاش فيه غش، محدش هيشاور لحد ولا حد هيتكلم ويبقى فيه كلام، لكن نفكر كده مع بعض، ونصيحة نذاكر منعتمدش على أي حاجة غير مذاكرتنا. نيجي للسؤال أو المسألة التالتة أو تخير رقم 3. يتحرك جسم طبقا للعلاقة، أعطيني دي بتساوي 40 تي ناقص 2 تي تربيع، فتكون قيمة سرعته الابتدائية وعجلة حركته على الترتيب. عايزين نشوف بقى الوضع ايه هنا. أي حاجة شبيهة بالمعادلة التانية أكتبها الأول، أهي 40 تي ناقص 2 تي تربيع، دي أشبه ما يكون للمعادلة التانية، يعني أكتب المعادلة التانية تحتها. أه ما هو جايبها لنا عشان كده، يبقى في أي تي زائد نص اي تي تربيع. نبص كده، الطرف الايسر متساوي، اذا كل جزئيه في الطرف الايمن ايه؟ متساوي. دي معادي، وناخد بالنا شوف انا عملت ايه، المربع او المستطيل على ايه؟ سالب، لان هي لغز المساله في السالب اللي موجوده عند اللي اعطاها لي، لان اللي ما ياخدش باله يعملها لي بالموجب الاجابه غلط. يبقى الوقت هنا الطرف الايسر قلنا متساوي، كل جزئيه هنا متساوي، يعني التي مع التي اه، يبقى في اي بتساوي 40 متر على الثانية. طيب نجيب الجزئية التانية، لأنه عايز حاجتين مع بعض، لو أنتم ملاحظين ألف وباء وجيم ودال كلها جزء حاجتين، سرعة ابتدائية والعجل. نجيب هنا هنقول نص A تي تربيع بتساوي سالب 2 تي تربيع، هنكنسل التي تربيع مع التي تربيع، إذا الـ A هيساوي هنضرب هنا في 2 عشان نكنسل النص، ونضرب هنا في 2، أسهل طريقة في الرياضة. يبقى في الحالة ديت الـ A بتساوي سالب كام؟ 4 متر على الثانية تربيع. يبقى أنا عندي الاختيار نو فيهم، 40 متر على الثانية سرعة ابتدائية، ودي سالب 4 متر على الثانية تربيع، يبقى دال على طول. دال، نفكر قبل ما نكتب وقبل ما نعمل أي حاجة. رقم 4، في تجربة عملية، في عملية قياس حجم سائل باستخدام مخبار مدرج، كان الخطأ المطلق 0.6 والخطأ النسبي 1.2%، فإن القيمة الحقيقية لحجم السائل، شيء طبيعي إن أنا عندي R V، الخطأ النسبي بيساوي الخطأ المطلق دلتا X على V نوت. طيب هو عطيني 1.2 في المية، يعني أضربها في إيه؟ في 100، أحط ده على 1 هتساوي 0.6 اللي هو الخطأ المطلق على في نود اللي هو إيه؟ عاوز. يبقى في نود اللي هو عاوزها هتساوي 0.6 هنا 1.2، خلاص طبعا المية تبقى مضروبة هنا، يبقى المية في 0.6 يبقى عندي كام؟ 60 على 0.2 طبعا هنا هيبقى فيها، لو ضربنا بسط مقام في 10 يبقى فيها 50. لا نعمل الحسبة دي تاني كده بسرعة، نحسب دي تاني كده بسرعة. أنا عندي
0.6 اللي هي الايه القيمة الخطأ المطلق على الحجم اللي هو عاوزه بيساوي ار في اللي هو الخطأ الايه النسبي. خلاص انا عندي الخطأ النسبي 1.2 هتساوي الخطأ المطلق اللي هو عاوزه، ده طبعا هنحطها هنا على 1، وهنا ايه 0.6. طبعا ضرب تبادلي، يبقى الفي نوت هيساوي هنا 1.2، هنا 0.6. خلاص هنضرب، طبعا دي نسبة مئوية يعني هنضربها في ايه في 100، نسبة مئوية هنا، يبقى دي كانت مفروض مضروبة هنا في 100، لانه قال لي 1.2 ايه في المية، نضرب هنا يبقى 0.6 ونهوت علامتين نحركهم يعني 0.0. خلاص هنا 1.2 هيبقى ايه 0. خلاص 1.2 طبعا هنحسب بالآلة الحاسبة. خلاص يبقى هتديني 60/12 في الايه في الـ50، لان هنا هنضرب في 1000 هتبقى 60/12 في الايه في الـ50، نحسبها بالآلة الحاسبة هتطلع 50 سنتيمتر مكعب، يعني السؤال رقم 4 او المسألة رقم 4 هتبقى ايه ب، هتبقى ب. السؤال الخامس، اذا كانت صيغة ابعاد الكمية الفيزيائية، ايه هي الرقم ده ام تربيع ال تي اس سالب 2، وصيغة ابعاد الكمية الفيزيائية بي. لو احنا لاحظنا 2 زي بعض، فان صيغة ابعاد 4 اي ناقص 2 بي طبعا هتطلع لي 2 من الصيغة دي، والاعداد ليس لها صيغة ابعاد، اذا الناتج على طول عندنا هيكون ايه نفس الصيغة الابعاد اللي موجودة عندنا. نقولها تاني، بيقول لي هنطرح 4A ها اللي هي ديت ناقص 4B ناقص 2B، طبعا الاتنين زي بعض، كون اتنين زي بعض يعني هنطرح 4 مضروبة في دي رقم عدد صحيح بره، ناقص 2 مضروب هنا رقم صحيح، 2 شكل بعض، 2 صيغة أبعاد زي بعضها، يبقى هيطلع لي ايه 2 من هذا الرقم. وحيث أن الأرقام ليس لها صيغة أبعاد، إذا عندي الإجابة هي رقم ايه ج، نركز فيها شوية وهي سهلة وما فيهاش حاجة، يبقى 5 تبقى رقم ايه ج. نكمل إن شاء الله، كل حلقة نحاول فيها على الأقل 10 أسئلة إن شاء الله، أو 8 أو حسب ايه وقت الايه التصوير، لأن برضو بياخد وقت والرافع ومشكلة النت ضعيف الأيام دي. رقم 6، سيارة تتحرك بسرعة، يبقى سرعة ابتدائية في اي بتساوي كام؟ 30 متر على الثانية. قام سائقة بالضغط على الفرامل، كلمة ضغط على الفرامل يبقى في اف بتساوي زيرو على طول. فتأثرت السيارة بعجلة سالبة، العجلة السالبة بتساوي سالب كام؟ 6 متر على الثانية تربيع. فإن النسبة بين سرعة السيارة بعد زمن 1S وسرعتها بعد زمن 2S بيساوي قد إيه؟ طبعا البيانات اللي عندي ممكن أستخدم المعادلة الأولى على طول، فطبعا هنقول المعادلة الأولى في F، بس هنقولها بالنسبة لإيه؟ الثانية الأولى هتساوي في I زائد AT. طبعا نترجم على طول، 30 ناقص 6 في 1، 6 في 1 يعني ايه؟ هتبقى 30 ناقص 6 بتساوي كام؟ 24 متر على الثانية. طيب نجيب السرعة التانية في الثانية التانية، يبقى F2 يساوي 30 برضو اللي هي في I ناقص، عندي العجلة 6 بس في الثانية التانية بقى، يبقى 2 في 6 بكام؟ ب12، من 30 يبقى كام؟ 18 متر على الثانية. نبدأ نجيب النسبة ما بين السرعتين، نقول في F1 على في F2 هتساوي 24/18/6 في 3
الستة في الأربعة يعني بتساوي 4 على 3، وهذه النسبة ليس لها تمييز زي ما احنا عارفين. يبقى الإجابة عندي 4 على 3 يعني 6، هتبقى د. طيب نيجي للسؤال رقم 7. سؤال 7، أي من الآتي يمثل جسم بدأ حركته من السكون، بدأ حركته بسرعة ابتدائية لا تساوي صفر. شيء طبيعي الرسومات عندي الأربعة دي بادئة من الصفر، ودي بادئة من الصفر، دول الاتنين دول ما همش بادئين من الصفر. نتأكد بقى كده. وبعجلة منتظمة موجبة، دي عجلة منتظمة موجبة، علاقة بين في و تي، مش بادئة من الصفر خلاص. طيب هنا برضو مش بادئة من الصفر، والعلاقة ما بين في تربيع ودي، وهي دي المعادلة التالتة اللي احنا عارفينها، وبنجيب منها ميل الخط المستقيم، فبطلع العجلة منتظمة. اذا الاجابة عندي هتكون جيم. يبقى رقم 7 هتكون الإجابة عندي جيم، اللي هي الشكل 1 و2، باينة وواضحة في الشكل عندنا. طيب مسألة رقم 8، عايزين آلة حاسبة معانا. أنا أقول لكم الفكرة بتاعتها عشان الوقت بس خلاص. قامت مجموعة من الطلاب بقياس سرعة جسم، سرعة حركة جسم، أي من هذه القياسات أكثر دقة؟ طبعا القاعدة العامة عندنا الأكثر دقة، الأكثر دقة، الأقل في الخطأ النسبي. طب الخطأ النسبي بنجيبه ازاي؟ زي ما احنا عارفين الخطأ النسبي بتبقى خطأ المطلق اللي هو الرقم الصغير على القيمة الحقيقية اللي هي بتبقى كبيرة عندنا. يبقى دلوقتي هنا الخطأ المطلق على الخطأ على القيمة الحقيقية في كل واحدة. يعني هنمسك كل واحدة كده، نقسم الرقم الصغير على الكبير وهو تعكسه. يبقى رقم 8 هيكون أ، يبقى الخطأ النسبي اللي هو R، وليكن R أ هتساوي، نركز كده مع بعض، 20 على 350، نطلع الناتج خلاص. طيب يعني كده ممكن 0 مع 0 يبقى 2 على 35، يعني نص ال 35 كام؟ 17 وشوية. يعني في أرقام 10 يعني كلها تطلع 0 0 بوينت، ممكن كده 17 مثلا، او ارقام هنا دي تعملوها بالآلة الحاسبة عشان الوقت خلاص. انا عندي الباء، ها نفس الكلام، ار ب بيساوي 15 على 340 خلاص. نيجي الجيم، ار جيم هتساوي 10 على 335، وفي الغالب هي دي تقريبا، وتحسبها برضو ما بقولش دلوقتي، كل واحدة هتبدأ كده 0 بوينت كده كده، بس الباقي بقى طلعه بالآلة الحاسبة. هي بس هي في الغالب عشان الخطأ المطلق هنا يعتبر أقلهم، هنقول ما هو ده أقلهم زيه، بس المقام فيه رقم أكبر من المقام هنا، يبقى في الغالب ديت هي الإجابة الصحيحة. نشوف ده برضو عشان تعملوها وتشوفهم وتقارنهم. د هتبقى ار د هتساوي 10 على 320. طبعا النواتج دي تطلع بالآلة الحاسبة بسرعة وما فيهاش أي مشكلة، بس في الغالب احنا قلنا الإجابة 99% ديت بالمقارنة، لأن فعلا الخطأ المطلق 10 أصغر حاجة، الاتنين زي بعض ولكن هنا المقام أكبر من المقام هنا، إذا لازم دي اللي تكون أقل كحسابات رياضية. يبقى في الحالة ديت احنا هنا خلصنا 8 أسئلة، نعمل لكم حوالي 20 أو 25 سؤال. هنتابع مع بعض الحلقة القادمة إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان القناة تبقى فيها انتشار شوية، ونتواصل سويا بإذن الله. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.